حديث عن نادي الزمالك بيكشف لنا برضو بعض الأزمات اللي موجودة في الساحة الرياضية. يعني وأنا بتفرج على الفريق، محمد عواد تم استبعاده من الماتشات الأخيرة بعد تراجع مستواه. محمد أبو جبل بيحاول إن هو يظهر بشكل كويس، محمد صبحي مختفي تماما من وقت مشاركته مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة. هنا السؤال اللي بسأله النهاردة، هل نعيش بقى في الوقت الحالي أزمة في حراسة المرمى؟ محمد الشناوي بيقدم مستوى متميز جدا مع النادي الأهلي ومساعده ده في ده الأداء الهجومي كمان اللي بيلعب بيه فايلر مع النادي الأهلي، ولكن واحد من أحسن الحراس مرمى الموجودين في مصر الموسم ده. على مدار كمان سنين طويلة كان كابتن عصام الحضري هو حارس مصر الأول، والبديل بتاعه شوية كان شريف إكرامي شوية كان أحمد الشناوي، لكن دلوقتي الاثنين مش موجودين. إكرامي قاعد على دكة البدلاء والشناوي مستواه متراجع ومتذبذب مع بيراميدز، مصاب بشكل مستمر. نفس الأمر احمد عادل عبد المنعم مع مصر المقصه، كمان محمد عبد المنصف بيحارب لوحده في وادي دجله. الاسماعيلي عنده اتنين حراس مرمى، محمد مجدي ومحمد فوزي، ما عندهمش خبره كافيه ان هو يكون موجود. حتى عامر حارس الانتاج الحربي خبراته الدوليه قليله. فاصبح سؤال مهم وبيأكد وجهه نظري ان عوده الزمالك ونجومه مهمه، لاننا على ارض الواقع حاليا محتاجين كل لاعب عشان يفيد منتخبنا الوطني. ما عندناش غير حارس مرمى وحيد هو محمد الشناوي اللي ثابت على مستواه، اللي بيأدي بشكل كويس جدا. اعتقد يعني موضوع مهم وقضية مهمة جدا هنناقشها بشكل اكبر وبشكل مفصل مع واحد من نجوم حراسة المرمى في مصر، كابتن فكري صالح. كابتن فكري مشرفني ومنورني، برحب بحضرتك. اهلا كابتن يحيى، شرف عظيم ليا ان اكون مع حضرتك. اخبار حضرتك؟ الشرف ليا يا كابتن والله، واكيد حضرتك واحد من نجوم حراسه المرمى. بتكلم عن قضيه مهمه جدا يمكن لفتت نظري مؤخرا في ظل تذبذب بعض النتائج داخل نادي الزمالك او حتى داخل بقيه الانديه، في ظل حراسه المرمى الوحيد اللي بيقدم بشكل ثابت وبمستوى ثابت هو محمد الشناوي. هل هيرجع مره ثانيه يكون عندنا مشكله في حراسه المرمى، ولا ده مجرد انخفاض مستوى في بعض الاوقات ويرجع مره ثانيه الحراس يأدوا بشكل كبير جدا؟ اولا انا هاخد من كلام حضرتك يا يحيى اني بنتمنى للزمالك الفوز والانتصار بكره، لاني معروف ان قلعه الاهلي وقلعه الزمالك هي عماد منتخب مصر. صحيح. واي حاله احباط عند احد الفريقين بيأثر بدون ما اي حد يعني يفكر، بيأثر على المستوى العام طبعا للمنتخب القومي. ده واحد. اتنين، لو اتكلمنا على العمالقة او حراس المرمى، انا برأيي الشخصي مفيش اي ازمة ولا في اي مشكلة، لان التذبذب ده وارد في بعض الاحيان، ولكن اي مدرب ماسك العمالقة في منتخب مصر زي كابتن ايمن طاهر صحيح، وهو ابن عزيز وقدير، بيبقى عنده بلان. البلان ده دايما بيبقى حاطط فيه على الاقل 10 اسماء حراس مرمى، وبيبقى متابعهم بحاله خاصه بحيث ان هو يقدر يشيل ويقدر يحط لو حصل اي اصابه. تمام. فمثلا لو احنا اتكلمنا فيه محمد الشناوي، الحمد لله ماشي مع فرقه قويه، النادي الاهلي عامل موسم قوي جدا، وبالتالي لانه هو جزء من تيم، يعني محمد الشناوي عملاق النادي الاهلي هو صحيح جزء من تيم، فبالتالي كل العناصر متوفره لمحمد ان هو يجيد، لان فرقه بتكسب على طول، فرقه بتادي بفكر معين كلنا شايفينه. فمن هنا بقى ان محمد الشناوي موجود بهذا المستوى اللي احنا شايفينه. على الناحية الثانية هنلاقي ان عواد جزء من تيم بيلعب. فالتيم ده عنده حالة معينة من اذا كانت ناحية إدارية او اذا كانت ناحية نفسية او صحيح. او 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 عشان نخوض فيها، فبالتالي هو جزء منها، ولكن مش معناه فدام هو بعيد عن الإصابة معناه ان هو موجود. ولكن الفترة دي في حاجة معينة. يعني هتكلم، عايز اتكلم مع حضرتك اكيد عن جزئية محمد عواد، ولكن اسمح لي كابتن فكري شاركنا الحوار برضو واحد من نجوم مصر اكيد، وخلي حضرتك معانا اكيد كابتن احمد ناجي واحد من نجوم مصر، مشرفني ومنورنا كابتن احمد، ودايما بتبسط بوجود حضرتك معايا. لانه فكورة، صباح الفل يا فكورة. ساعة بعد ثلاثة دلوقتي. مش مشكلة يا كابتن فكري، يعني ممكن يكون كابتن احمد ناجي بس لسه صاحي. طبعا منورين اتنين من نجوم حراسة المرمى في مصر. كابتن احمد، يعني
مشرفني ومنورني وبتبسط بوجود حضرتك معايا اجيد، وعايز برضه اسالك نفس السؤال، تقييمك لحراسه المرمى بعد الاسبوع العاشر من عمر الدوري المصري الممتاز واصبح اللي موجود دلوقتي على الساحه منفردا هو محمد الشناوي. عندي حاجه عايز اقولها. اتفضل يا كابتن. دايما شغالين ما عندناش حراس. دي مساله لا احنا عندنا حراس يا كابتن ولكن عندنا تذبذب في المستوى. ما عندناش تذبذب في المستوى ولا اي حاجه. زي ما كابتن فكري قال لك كده، حاله الفرقه بتاثر على الحارس وحاله أكيد. الحارس بتاثر على الفرقه. كل حد انا اثر عليه في المساله دي كتير جدا. صحيح. مفيش غير عصام الحضري وبعدين لقينا في عندنا تاني غير عصام الحضري. صحيح. عندنا حراس كبار. من اهم المراكز اللي موجوده في الدوري المصري عندك الهلال السليمان ما هو متالق. صحيح. عندك ابو جبل بيلعب وزي الفل. مفيش حاجه من دي، ليه بتسببوا احباط للولاد؟ ليه؟ خالص والله يا كابتن. ما انا متضايق انا والمعد بيكلمني قلت له مش عايز اتكلم ليه؟ لا يعني احنا بنتكلم واللي لفت النظر شويه بعد استبعاد محمد عواد احمد الشناوي اصاباته وظهور المهدي سليمان شويه في حراس مرمى من الحراس الاساسيين. عندنا التصفيات في مارس دي ثلاث شهور. صحيح. كل ده هيرجع وكل ده هيبقى زي الفل. صحيح. ولاد ممتازين وولاد هايلين وحراس مش موجود دي احسن من المحترفين بره. انا اديت لهم دفعات معنويه كل مره كل نفس المشكله هي ما عندناش حراس مستوى تذبذب الحراس سيبوا الحراس في حالهم. ده يا كابتن احنا عندنا حراس زي الفل والله. بس هو ده اللي انا عايز اقوله لان دي فعلا كانت مشكله بيني وبين الحراس. هم بيقولوا علينا كده ليه؟ هم بيتكلموا علينا ليه؟ هم احنا لابسين نظرهم ليه؟ الحراس كويسين. بصوا على الحراس في العالم، بصوا على دخيه بيعمل عنده كام خطا في الاسبوع. صحيح. يعني هل اسبانيا بتقول لك ما عندناش حراس؟ لا ده كلام مش مظبوط خالص. طب كابتن احمد يعني طب عايز اسالك برضه عن جزئيه وهي محمد عواد مع نادي الزمالك، هل تاثير الفرقه كلها هي اللي اثرت على محمد عواد وهل ان محمد عواد يكون موجود على دكه البدلاء هل ده هياثر عليه نفسيا اكيد كابتن؟ عشان يتعود يلعب تحت ضغط. لانه ما كانش متعود يلعب تحت الضغوط دي وبقى يلعب تحت الضغوط دي. فمحتاج شويه وقت، محتاج ده اللي انا قلته قبل كده. محتاج اتموسفير يناسب حجم الفرقه اللي هو بيلعب فيها. فبس هياخد شويه وقت، لكن محمد عواد حارس ممتاز وامكانيات رائعه وموهوب وعنده كل حاجه حلوه. طب كابتن احمد استاذنك وارجع لكابتن فكري صالح عشان ما تاخرش عليك. كابتن فكري يعني عايز اتكلم برضه في نقطه، يمكن محمد عواد بتكلم بعيد، شريف اكرام بعيد، وكابتن احمد ناجي بيقول ما فيش تذبذب في مستوى الحراس وان الحراس المرمى الموجودين كلهم في مصر على مستوى كبير جدا، هل تؤيد كلام كابتن احمد ناجي عندنا تذبذب في مستوى حراسه المرمى ولا لا يا كابتن فكري؟ انا بتفق تماما مع كابتن احمد ناجي ان احنا اللي عاملين الازمه دي، والكلام ده اصله وكابتن احمد ناجي القدير ماسك منتخب مصر. صحيح. شغال شغل كويس قوي وكان بيلاقي النغمه دي مش مظبوطه. احنا 106 مليون يا جماعه. صحيح. اكيد كابتن احمد ناجي كان عنده في البلان بتاعه 10 حراس مرمى، اي حد يبقى عنده ظرف بيبص للي بعديه. محمد عواد عنده كل حاجه كويسه وده جزء من تيم، يعني قول لي ان تيم نادي الزمالك فين؟ يعني كل الناس بتتكلم على محمد عواد، طب فين تيم نادي الزمالك؟ فهو جزء زائد ان انا مع الكابتن احمد ناجي ان اللي بيلعب في اهلي وزمالك بيبقى تحت ضغط معين. هذا الضغط معين مش اي حارس مرمى يقدر يتحمله، لازم ياخد فتره عشان يأقلم نفسه ان ده نادي بطولات ونادي جماهيري. صحيح. ففي ضغوط كبيره جدا. وفي على الساحه يا جماعه ده احنا 106 مليون، يعني عامر ماشي زي الفل، خلي بالك ان عامر كان برضو من المرشحين لمنتخب مصر. صحيح. من الموجودين في البلان بتاع الكابتن احمد ناجي. صحيح. والراجل لولا الاصابه المهدي سليمان نفس القصه. الهاني سليمان بقى ماشي كويس، في اكتر من حارس مرمى مش يعني حتى من الناس اللي طالعه ما شاء الله مبشره بالخير. ما شاء الله احمد عادل موجود طبعا. يعني احنا ما شاء الله يا جماعه ده احنا 106 مليون والعمالقه موجودين في مصر، بس احنا دي نغمه وزي ما قال الكابتن احمد ناجي ما بنشوفش بره في اوروبا. دخيه عامل بلاوي، دخيه عامل مشاكل، دخيه عامل كوارث. صحيح. ونوير قبل نوير قبل في المانيا كان صحيح مستوى زي الزفت ووقفوا وفي بطولة الأمم الأوروبية وبعد كده لعب كأس عالم
ما شاء الله عليه. صحيح. يعني فدي قضية أنا طبعا مع كابتن أحمد ناجي تماما في رأيه. مصر بخير، العمالقة بخير، بس إحنا اللي واخدينها نغمة كل شوية. وأي حد بيقع في المباراة يا كابتن يحيى بنروح إيه مزودين صحيح يعني طيب مزودين العجينة شوية. كابتن أحمد ناجي، يعني بعيدا عن أي حاجة أو بعيدا عن أي أزمات، عايز أتكلم عن محمد صبحي، واحد من حراس المرمى اللي كانوا موجودين بيأدوا بشكل كويس في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، دلوقتي موجود هو الحارس رقم 3. نصيحتك إيه لمحمد صبحي عشان يكون موجود مرة تانية على الساحة ويكون بيظهر بشكل ونستغل ونقدر نستفيد من الموهبة اللي عنده؟ ولد صغير هيحتاج وقت. هو ومحمود جاد ومصطفى صبير، وبص عندنا كام اسم. صحيح. طارق سليمان، عندنا عمر صلاح، عمر رضوان، اسامي كتيره جدا. عمر رضوان، يعني عندنا 10 اسامي تاني صغيرين هايلين وموهوبين وزي الفل. يعني انا عايز بس ان انتوا تنسوا ان انتوا كل فتره قبل البطولات وبالذات قبل البطولات تطلع نغمه ان احنا ما عندناش حراس، يبقى العالم كله ما فيش حراس. هات الدوري الانجليزي كده في اسبوع هتطلع مش اقل من 20 خطا ل 20 حارس كبير جدا. لكن مش هو ده مستواه. الخطا وارد، الخطا وارد، لكن احنا بنتكلم عن اجمالي الاداء في الموسم. بنتكلم عن ان احنا بندي الفرصه لمين وما بنديش فرصه لمين. صحيح. مين اللي متعود على اللعب تحت الضغط ومين مش متعود. واخيرا طلع كلامنا مظبوط. صحيح. احنا مش عايزين نحرق اللاعب، مش عايزين نحط اللاعب في جو مش مناسب ليه دلوقتي. قلنا محتاج شويه وقت، محتاج جو يلعب فيه ويتأقلم على الضغوط ويتأقلم على الـ 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 الوهج الإعلامي و و و الكلام ده كله. لكن هو بتكلم على عواد، عواد حارس رائع في كل حاجه كويسه، عنده موهوب وممتاز. ان شاء الله لما يلعب في الضغوطات ديت ويتعود عليها هتشوف حاجه جميله جدا. طب كابتن احمد، يعني خليني اقول لك برضو محمد الشناوي لا غنى عليه وكده كده موجود اكيد وهو الحارس رقم واحد، عايزك تختار الاثنين حراس مرمى من اللي موجودين دلوقتي في ظل المستوى اللي موجودين يكونوا موجودين مع محمد الشناوي. مش هختار لك حد حبيبي يا كابتن. يعني والله احنا بقول لك احنا كان انا ولا كابتن فكري ولا المسؤولين عن تدريب حراس المرمى في مصر مسؤولين عن رفع معنويات الولاد دول. طبعا اكيد. هنقول بقى اسامي عشان نفضل حد على حد وحد يجيله احباط وحد، احنا عايزينهم كلهم دلوقتي يشتغلوا ويقدموا افضل ما عندهم عشان الكابتن حسام البدري وكابتن شوقي غريب ويكون يعني الاختيارات عنده كتير. محمود جاد دلوقتي، محمود جاد حارس مرمى كويس جدا، ماشي كويس جدا. صح طبعا. كابتن شوقي في البطوله ممكن يبقى عنده فرصه. صحيح. في اسامي كتير وولاد كتير كويسين، المطلوب مننا ان احنا ندعم الولاد دي زي ما ندعم كل اللعيبه. مش اكيد يا كابتن، حراسه المرمى دي جزء من 11 بوزيشن في الملعب. كلهم محتاجين دعم وكلهم محتاجين طاقه ايجابيه عشان الناس دي تأدي في جو كويس ويقدروا يطلعوا اللي عندهم ونقدر ناخد احسن ما عندهم. واحنا كناس فاهمين وكناس يعني كانت المسؤوليه عندنا فعلا الاسلوب اللي احنا اتبعناه مع الناس دي طلع احسن حاجه عندهم. الحمد لله طلع احسن حاجه عندهم. ليه؟ لان احنا بنتبع الاسلوب ده. الاسلوب اللي هو ان انت تدي كل واحد الكاركتر بتاعه وتحطه في المسؤوليه بتاعته. صحيح. تدي له احسن طاقه ايجابيه، تدي له احسن تدريب، يطلع منه احسن حاجه. العالم انبهر كله بمستوى الحراس طبعا في كاس العالم. صحيح. وفي كاس افريقيا. صحيح. ليه يعني؟ طب احنا بقى ما خدناش بقى الجزئيه دي وقلنا ان احنا عندنا لا خدناها يا كابتن واتكلمنا واشدنا بحراسنا طبعا اللي موجودين في كاس العالم وكاس الامم. يعني احنا مش بننتقد برضه يا كابتن قد ما احنا الدوري العام، الدوري العام المصري، الدوري العام المصري في 18 حارس و18 حارس احتياطي ما يقلش عنه. صحيح. اذا جيت مثلا في اي نادي هتقول لي محمود جد والبلعوطي والنادي الاهلي الشناوي وكرامي ولطفي، لطفي لو راح اي حته هيلعب. صحيح. الشريف حارس دولي وعنده عدد مباريات دوليه كتير. في كل حته الاسماعيلي محمد فوزي ومحمد مجدي حراس ولاد صغيرين ولسه قدامهم مستقبل. اكيد. في الزمالك في ثلاث اربع حراس دوليين. الدفع فيهم كام دول؟ يعني الدفع فيهم الفلوس دفع فيهم ملايين. عشان وحشين؟ لا مؤكد اكيد عشان اكيد عشان مستواهم كويس. لكن في ظروف دلوقتي عندهم مش مساعداهم شويه. لكن الظروف دي مش هتفضل على طول موجوده. أكيد. الظروف دي هتتغير وهيبقوا هم اللي دفع فيه 60 و70 مليون واللي دفع فيه 40 مليون هيطلعوا كل اللي عندهم اكيد.
طب احمد الشناوي من بيراميدز كابتن مستواه عنده مش منخفض شويه؟ مستواه كويس؟ لا لا، احمد الشناوي محتاج يشتغل ومحتاج يركز. احنا قلنا احنا ما يعني مش هنجمل كل حاجه. صحيح، احمد محتاج يشتغل ومحتاج يركز. احمد من الحراس الموهوبين جدا، طبعا من احسن الحراس الموجودين يمكن في قاره افريقيا كلها. لكن محتاج تركيز اكتر من كده، ومحتاج يشتغل اكتر من كده عشان يستفاد بيه ونطلع احسن حاجه عنده. اكيد طبعا، بنتمنى كل التوفيق لحراسه المرمى في مصر. بشكرك شكرا جزيلا، واحد من نجوم مصر كابتن احمد ناجي، واكيد طبعا كابتن فكري صالح بشكرك شكرا جزيلا، طولت على حضرتك. واكيد في الاخر في النهايه لما بتتكلم او بنسلط الضوء على حاجه، عشان لما بتيجي تشوف او بتقيم، عندنا مواهب كتيره جدا اكيد، وعندنا حراس مرمى كبار، ولكن الاداء مش على قدر الموهبه اللي موجوده. عشان كده بنطلع نقول ونتكلم وبنناقش مع كابتننا الكبار عشان تحفز اللعيبه وكل لاعب يكون موجود. في النهايه همنا الاول والاخير هو منتخبنا الوطني، محتاجين حارس واثنين وثلاثه وعشره عشان يبقى عندك الاختيارات كتير، الاختيارات اكتر من حارس، فبتخلق روح من التنافس حول كل الحراس اللي موجودين في مصر. في الاخر النتيجه انت اللي هتكون كسبان، احنا مش بنطلع ننتقد حد ولا بننتقد حارس مرمى باسم فلان او فلان او فلان اطلاقا، احنا بنطلع في النهايه عشان نحفز لاعبتنا عشان في الاخر نفوز بمنتخب يليق باسم منتخبنا الوطني. مشاهدينا هنطلع لفاصل ولسه مكملين مع حضراتكم، ولكن بعد هذا الفاصل.